يعني تحكي لنا، يعني انت اسمك الكامل عمي، اي سنه خلقان وميت اي سنه؟ 39، تولد 39. اسمك الكامل يعني يوسف عبد الرازق عبد القادر حمام. متذكر سلمي قبل التهجير وقبل ال متذكرها يعني عادي؟ يعني شو متذكر من سلمي؟ كمان شو حكوا لك؟ سلمى أول ما كانت الحرب بينه وبين اليهود، فأجوا قالوا يلا يا سلمى ابحروا خنادق بريطانيا، أجوا الإنجليز حشروا أهل البلد، قالوا لهم الليلة هذه بتبحروا، اليهود استعدوا بدهم يحاربون. المهم صار حرب، الحمايل ما أنت عارفة سلمى طلع 8 حمايل، الناس من دار حماد، وفي جماعة من دار مشي، في جماعة من ضرب العنين، من دار صقر اللي هو أبو حاتم، وطار أبو حاشي، دار أبو نجم، دار مشي، دار المتولي، في بيطلع 10 عيال حمايل. فأجوا الحمايل هذولا، كل حمولة راحت على منطقة، أنتم مستعدين دار حماد من جهة القبلية، أنتم من جهة الشمالية، أنتم من فلان، يعني كل حمولتين مشوا مع منطقة. فيش سلاح، كان فيش سلاح. لما هالكبار أجوا على مصر وعلى الأردن وعلى العراق وعلى، في جماعة شروا، حمايل شروا، إحنا حمولتنا عشان نص البلد، راحوا على مصر وهذا ما جابوش أسلحة. أجوا الإنجليز، أنا وعيها يعني بكيت راكب على البسكليت مع أخوي هذا وماشي، ماشيين للدبابة وقفت على سوانا، قال في ناس تشتري سلاح، قال تخليك هنا وخلي البسكليت هنا، وراح على عمي عدو، كان قال له هيك في جماعة بدهم يبيعوا أسلحة، فأشروا رشاه برم، شروا وطلع 10 مرتينات واستنيت من دول الاوتوماتيك، قالوا استلموا جهة قبلية انتم دار حماد. أول ليلة استلمها ابن عمي وحطوا الاستكام وين؟ فوق مطور مي بيارة. أجوا اليهود في الليل، 6 يهود بدهم يلغموا المطور مي، فكشفهم في الليل، رشوا ولعت البلد، اليهود انجنوا انهبلوا فقدوهم. فالجماعة صار رش وين؟ على نص سلمة، على المدارس زي رش المطر. فجماعتنا جابوهم هم ماتوا طبعا، اسعفوهم في الأول، ما كل واحد راح في طريق، فحروا جورة دار خرباني، فحروا عليهم، فحروا المجورة، دفنوهم فوق بعض. للملمين؟ أهل بلدنا فحروا جورة لليهود اللي قتلوهم. اللي قتلوهم. شو اسمه؟ دار خرباني مهجورة يعني. حكموا، اجوا بريطانيا قالوا تعالوا الليلة سلمي بتتدمر، بدنا اياهم. جابوا حمالي، حكموا أهل البلد، فحروا عليهم، طلوهم، أخذوهم معهم، أخذوهم من هي، اتصلوا معاهم مع اليهود، إيش ثواني وقفوا طلعوا منهم. في مرة أخرى برضه أجى أستاذ مدرس مروح من المدرسة، قال لها اليهودي مارك، حاط قنابل وين في الجبون؟ حاط برتكان ومندلينا وماشي في الشارع، نص البلد يعني سوق. لك أستاذ ضرب سعود من جماعتنا، شاف الإنسان تكيل هيك، صار يسأل فيه سؤالات. هذا لما عرفوا ما جدوا عجبته القنابل في الجبل البرتكان، طلع المسدس رشقوا، شحوطوا أهل البلد،
تفضلي يا عم. طلوا مجروا فيه وميت. طخر استاذ. حطوا في الشوك ولعوا على النار، شوك ناشف صبر. صبر من النار. ولعوا. هدم وينتها على هتكفة. استحلوا هتكفة. حرام. سلمة استحلت هتكفة والشاطر. بس احنا فينا برشين عرب. واحد طلع من الفرن اخذ البلطه وهدم. لك يا واحد للداوي حامل ايش؟ حامل خزاني وحط له الحبله وماشي. قال له شو الناس فيش وانت فيش. قتل للداوي وكان سلخ الخزانه من اولها لاخرها. لك اليهود في كلبه. اليهود في كلبه. قتلوا. قتل الداوي وروح. هنا صار اللي يحمل تنكة ديزل بنزين ويحركوا في الحرب. بعدين صار دخلت الانجليز يعني شو المرتين تنفع مع الدبابات ومع هذا هذا ممكن ارجع لورا انسحبوا انسحبوا. هاي اللي بعدين كل البلد يعني الشارع من هين حطوا خندق خوف الدبابات يدخل لنا على البلد جوا اللي تقع رشوها. ابو حاتم عندهم بياره نار الحج دهون كلهم اجوا نسفوها في الليل نسفوا المطر والمي وقتلوا اربعه الاسلام الكبار. بعدين طوقوا المنطقه زقطوا اربعه يسره بدل الاربعه زقطوهم. ولعت البلد ولعت من اليهود. ما هي اليهود سلمة وهتكفى وجل بعض وتلبيب كرش بكين نركب ليافة. هي تلبيب بجنب جنب يافة مظبوط. والله حارب جاهدوا جاهدوا. فاجوا في الأخير كانوا تعالوا صاروا يرموا مناشير اليهود اطلعوا برواحكم اطلعوا. هذا يعني مش اليهود اللي حاربت والله ما واحد يعني اليهود كلها يعني كلها انجليز اللي حاربت 48. طلعنا وين؟ طلعنا على بيت نبيلة. اسمعوا فيها بيت نبيلة. بيت نبيلة جينا على بيت ريمة صار الطخ وين على بيت نبيلة وعلت. شوفوا كم مرحله تنكلنا. طلعنا بين الزيتون على رنتيس وعلى عبود بين هالجبال. فإلى اخو كبير طلع قاطع مقاطع واجى لحق براسه وراح على اعمامي كانوا في بيت ريما وفي عبود بعيد عنكم جابوا هالبغال والحمير وحملوا على العفش وحمل. اول نكلنا طلعنا من وين؟ تحت زيتوني. بدنا ننكل على المرحلة الثانية. الاختيار تنكل فينا يعني نروح نحمل أول نكل إحنا الصغار الأولاد وهي تقعد تنكل من المطرح لمطرح. والله نكلنا آخر نكل من المحل أول موقع قامت الكل بتيجوا نص الزيتونة. الله رحمنا يعني. مشينا لعبود مشي بيت نبال العبود أول مرحلة. بعدين رحنا على بيت ريما قدر الله. قعدنا هناك وكانوا يا عمي تعالوا اطلعوا على المخيم لما المخيم شو اسمه عقبه جبر وعين السلطان ونعمه هناك مي ببلاش ما اللاجئ يعني حالته على الله لما بدي نكل من هيله شو ولا شغل ولا ف 48 في 67 صارت المرحله هذه. أنا آخر واحد بكت في الجيش في التمويل. قال الولاد يلا خلص شوفنا دار وقعدنا فيها وانتكلنا على المرحلة اللي هي أنا
على الاسكان. كنت اشتغل في الشركه، بيعرف يعني شركه الالبان الاردنيه. شوي شوي شرينا شقه الارض، بعدين بنينا مرحله مرحله، كسرنا واحنا في الشركه توقفنا هالدار. يعني كل عم متذكر اليوم اللي تلقوا فيه من سلمي، كيف طلعتوا، مين قرر، انتوا بيتكم مين كان، انت الوالده الوالد، كم واحد كنتوا في البيت، احكي لي عن بيتكم. بيتنا يعني ضربوي ضربوك مش اللي انا وابوي واخوي اخوت اثنين واخت والحج فانا من سلمة. انت صغير؟ انا لا، في اصغر توفى الله يرحمه. طلعنا من سلمة بقول لك استاجر كل خمس عيال يجيبوا سياره يحملوها على عفش من سلمة لما طلعنا. بس ايامها تعيس وقت الايام هذيك. يعني مين اجى طلعتوا مع كل اهل البلد ولا اجى الوالد وقال بدنا نطلع؟ انا واحنا واخواننا واعمامنا كل واحد كل اربع عيال ياخذوا سياره. مين قرر هيك؟ مين اللي قال لكم اطلعوا؟ كلك بريطانيا. بريطانيا مين قرر؟ بريطانيا الانجليزي قال لكم قالوا اطلعوا. يعني سلموا يا بتطلعوا انتوا حرين يا بتضلكوا. في جماعه طلعت خافوا على العرض وخافوا على هذا، يعني سحبنا حلو وطلعنا. الله ينعل على ابوهم. مالهم مش كلهم مالهم مش كلهم طلعوا صح؟ لا في ناس ضلت تجي تسلمها. مرات من السلمه انا رحت على سلمة. كم تروح على سيدنا سلمة الصلاة والسلام؟ في مقعد ونص البلد شجرة كبيرة نخل كبيرة كبيرة جماعة طبعا أنا في دائرة كل دار حمال. يجي دار أبو عاكل دار الشدوح أبو العبد الشدوح دار نظيفة دار أبو أنور دار عمي خليل ولا كلها خربت هناك نسفوها كلها. وين جنب شو الشجرة؟ جنب المقعد صدر زي الفلفل اللي بترخي بزر جنب المقعد؟ جنب المقعد تاعنا الدوان يعني الدوان الدوان دار حماد بيرات الأعمام والأخوال وفي كتاب نسيب نجيب هاي جبته رايحين على أبو حاتم عمك أبو حاتم ابو حاتم محترم ابو حاتم. لا انت بتذكر كيف شو الحياه انت رحت على مدرسه سلمي؟ رحت درست كلش ما قعدناش يعني ما طولناش ما كملتش السنه ولا صار الحرب وطلعنا. بتذكر شيء عن المدرسه؟ المدرسه؟ بتذكرها اي شيء عن المدرسه؟ المدرسه كانت سيد كولي يعني زي غرفة عمليات في الأخير تصرف بيننا وبيننا وبين اليهود كل تجمع فيها هاي اللي بحفظها. تجمعوا الناس في المدرسة؟ تجمع في المدرسة وانت؟ لا أعرف شو يعني لا انه بالحرب تجمعوا هناك يتوزعوا من هناك يعني اللي متبرع للجهاد وهذا يلتموا هناك واللي بيساعد ياخذ خبز ياخذ يجيبوا من كرم الله بلاد الجبال يجيبوا زيت يجيبوا بصل يجيبوا هذا. اهل سلمة من دونهم بكوش ولا يعجنوا ولا يخبزوا تيجيهم الارزاق من برا معينه تيجي يعني بكاش الحرب الاكل يجي الخبز الطابون يجي من بلاد الجبال يجيبوا البصل يجيبوا الزيت الزكول من جميعه. يعني لا اسم سلمة انه عم بتحارب. اي سلمة سلام الباسم هو مكتوب هي روح على المستشفى فيصل هي في دكتور ان ابن اخوه ابو حاتم بس عالضباره بكتب سلام الباسم عشان ايش يحكمه والله عشان يدير باله عليه يعافيه يعني يعافيه من تذكر البيارات في بياره نظار سيدي في
فيها جوافي الكان من جميع الفواكه، برتقال وجوافي وليمون. في بيارة تانية عكبالها بيارة ليمون، كلها ليمون وكرفوت. ضرع عم التنين بركة المية، هالمصرة المية، هالمطرات، كل بيارة فيها مطر. إن إحنا وضر خالي بيارة يطب سليمان بكل بيعرف حاتم يعني أرض، وإن ثلاث شقق كلها الحكورة يعني قطعة هيك حوالي 4 دلوم 5 دلوم مزروع فيها تين وعنب من جميعه. هذا كان الاختيار دائما مسلمها، الله يسهل عليهم الله يرحمهم. مين كان يشتغل في البيارات الأرض؟ يختري ويجي مصاروي، كان سل البرتقال يشتري بشلن من كثر البرتقال اللي هناك، فكان من يعني واحنا صغار نعقط على بعضنا ما نعقطش احجار والله، نعقط في الليمون الصغير هذا اللي بيبيعوه 4 كيلو بليره، وهذا في الليمون البرتقال اليوم سبعين البرتقال بسلمة فيها بيرات فيها بستين. بس انا بقول لك يمكن 48 ما خشتهاش توصل، خربوهم نشفوهم بعض البيارات. بعض البيارات ايه؟ امك الوالده كانت تشتغل؟ لا. شو كانت تعمل؟ الاختياره كانت تروح على شغلة الارض اللي قلت عنها 4 دلوم يزرعها من الكساي من الخيار الاختيار. بس لفت الخضره مكان صغار، نروح بكل المزار بلدنا في سلمة مزار السوق يعني من جميع هذا، أروح نأخذ العرباي ونبيع على والوالدة. الوالدة كانت في الدار بس الأكل هذا، بس تروح يعني تحمل حمل الخضرة توصلها على البيت. مش حدا كان يشتغل، أبوي يشتغل عند الألمان هنا كلها بلد اسمه سارونيا أيام ألمانيا، فخسر حظوظه بعدين قعد للأرض صار يفلح يزرع. والله راح والله بكوا عاملين سيء فندقي كناص ما يخلي واحد يمر من الشارع على الصيد. بعدين راحوا له نسفوا الدار عليه كله، والله لما استحلوا هتكفى حركوا النسوان كف الزلام. الثوار والمقاومة كانوا منظمين في سلمة يعني مين كان مسؤول عنه؟ أبو حاسي قاضي البلد، هو أبو حاسي كل واحد أبو حاسي قاضي البلد. أطلع له غني ولسلم كله وللعباسي وللد وللطيرة كانوا أهل سلم يطلعوا يشتغلوا في مثلا في يافا في تل أبيب ولا يبيعوا؟ كليل يعني كانوا فأرضهم أيام الحرب كانوا ملتهين في الحرب، وقفوا ولا يطلعوا على خضرة ولا يطلعوا على شيء. قبل الحرب كانوا أهل سلمة مثلا ينزلوا يبيعوا خضرة بيافا؟ سمعتوا عن دار ياسين في سلمة؟ دار ياسين قاومت. دار ياسين وسلمة هم مشهورين في الضفة الغربية كلها. راحوا يشتروا أسلحة وجابوا الأسلحة، أجوا جماعة تعرضوا لهم في الطريق، بابا أجا ابن عم إلي حط الرشاش
كان المخرج فوق هذا وجايبين أسلحة نحارب فيها. قال بتشوف هذا شو اسمه شن بعبود رنتيس من كشطة جماعتنا وفي الطلعة كشطة جماعتنا الأسلحة كله كنبط على الأرض طالوا هالكنابل وبدهم يبلشوا بعضه. أجا عمي اختاري كان ها لفت الواحد قال لهم امشوا شو تحاربوا بعضه بس اللي بكدم عليه شو تخوه. فطلعنا صارت مناوشات هذا 48 حكي صارت مناوشات بيننا وبيت أهل بيت ريما. كان فيه بكون الحرش النبي صالح من رام الله غربي رام الله جزء تعرفيها هناك راح لكلوب باشك قالوا له هيك هيك أهل سلمة تعدوا علينا وبلشوا في البلد طخ. أجا كلوب باشك قال له يا ابو عاكل انتوا سلموا الاسلحه لمختارنا صدر حماد خذوا حقهم بلاش نصدر ايام كلوب باشا ولا حاجه باعوا شو بده مين مختار سلمي كان؟ كان سيدي الشيخ ابراهيم بك يقولوا الشيخ ابراهيم بك حاط حاكم سلمي كلها زي الدبلمه في المسيح. بعدين اتكل سلمها لمين المخترة لو لابنه ابنه الثاني سلمها لأخوه. يعني فيش هاي سلو يعني جوز رجع أبو حاتم يقول مين يعني أكبر حمولة ومختار السلمة مين بك حاكم سلمة ومين أكبر حمولة؟ أكبر حمولة حملتنا دار حمان بس أبو حاتم مش حاطط مش مكمل ما بعرفش فلان وفلان وفلان قليل هل ما كان واحد الكبار اعرفهم بس اولادهم الكبار التانيين اللي حاربوا وهذا مش حطت اسال يعني هي حطيها ملاحظه قولي اكبر حموله في سلم مين؟ كم حموله كان في سلم؟ كان كثير؟ كثير انا كلش بيجي اول حموله حملتنا تيجي عبيد العلي الصالح هذا له برضه ديوان عبيد العلي الصالح ابو حاتم جماعه الصقر دار مشي من ضمين لمين؟ دار منصور من ضمين لدار حماد عشان كانوا يقطع بعض فيه ضرب العنين ضرب نجم ابو عصام ابو نجم له بساط في رام الله شركه بساط دار خليل السالم ضرب اصبع في حمال كبيره اه والله في حوالي 10 حمال بس في الحمل مختار واحد لا كل حموله مختار بس اللي بكى حاكمها يعني حاكم اهل البلد والشيخ ابراهيم يفك دموم يروح ويجي يعني يروح ويجي على المقعد يعني على الكبار سلمة كبيرة سلمة يعني ما كانوش اليهود اجوا وعجبوا بسلمة الا لما شافوا انه مقاومة وهي بسلمة ولا دخلوها ما دخلوهاش اليهود ما دخلوها سلمة. بقول لك لما اجى ابن عمي راح كلكيديا وبالسيارة بدهم يتريحوا جايبين بدهم استراحة يعني ياكلوا يقدموا هالاكل يتغدوا الا في شيء بين كلكيديا وبين اليهود. قال له من وين انت؟ قال له بعرفش احذر. قال له بس بلد مش راضيين عليها انتم. تفطر تفطر تفطر. قال له سلمه. قال له سلمه. طلع عاكل اليهود يعني برضه ادرك معهم مش سلاحنا وانت عارف يعني الوضع. انا بدي اقدم عليهم انا. أنا بدي أخدم على اليهود. تعرف ناس رجعت على سلمين يعني رجعت تزور تشوف البلد؟ في واحد من بلدنا اسمه محمد الماني من دار الماني. في واحدة
مع الهجرة تأخرت، كان متجوزها مين؟ يهودي. الضابط راحوا في الليل سللوا عليه، أجا تاع بلدنا كلموا فلان الفلانية، هذا كلموا تاع، راح للمخبر قال له ما دول بسرقوا بكرة تاع التلقيدي والغنم وهذا، أنا بدي أروح أجيب لك بني آدمين وأجيب لك في واحد سرق طرز غنم له. قال له بشرط ما تآذوا يعني ولا هذا. ضلوا هذا محمد الماني ساعة على البنت، عرفته هي، عرفت الشخص هذا، قالت له هيو نايم ديز دغري يم اجى عليه، قالت له خذ هاي القطاعه واضربه وانا اختك بعهد الله. قال له انت اختك بعهد الله. راح عليه وهو نايم شارب سكران ميت الهوى وضربه، جاب البنت ضلوا يسألوا على من جابوها لها، مع انه تجوزها اليهودي عم تجوزها اليهودي وهم قتلوه. هاي بعد وين رجعوا يعني يدوروا عليها بعد بسنة سنتين ثلاثة؟ لا فترة يعني ابو 13 او 14 يعني بتحكي انه في ناس لبقت في سلمة يعني او انتست او يعني مش كل البلد طلعت مرة واحدة؟ لا مش كل البلد طلعت، مش كل البلد طلعت، اشي قبل يعني دار حماد طلعوا النسوان، ضلوا الشباب هناك ما طلعوش من مرة تكون فضل البلد، لا ضلوا يحاربوا لآخر اشي، ضلوا يحاربوا لآخر النهاية. لما شافوا بريطانيا وهدوا بابات وهذا لا تدخل البلد انسحب انسحب. البنت هاي كده كان عمرها البنات كبيرة يعني في 18. بتذكر اسمها أو من أي عائلة؟ لا والله أنا اللي خرفونا يعني، وإحنا في عقبة جبر وهذا تطلعنا، كانوا فلان فلان هي سكنوا هنا وهذا اللي كانوا متجوزوا واحد إسرائيلي، تأخرت عن أهلها يعني وهذا آخر نكبة بدها تجيبها وهذا ترحل مع أهلها، أهلها طلعوا هي تأخرت. في ناس طلعت، الناس طلعت مرعوبة يعني عم مرعوبة فآخر شيء يعني النهاية السلمة ما سلمت ولا شيء إلا يعني المرحلة الأخيرة لما نستو خلصوا اعتياد خلصوا كل شيء ما ضلش عنده. لما الثوار خلصت الفشك اللي معهن خلص الفشك كذا قبل وقت انسحبوا انسحبوا. في ناس انقتلت مواطنين عاديين من سلمة اللي ماتوا انطخوا كثير تعرف مثلا كثير ضربوا حاتم هذا الحاج داود بيرتهم لما هذا نسفوا المطور سحبوا حالهم اخذوهم على السيارات عشان مركم من نص هذا اتعرضوا جماعتنا كان يا ابو عقل وصيتك البنات صاروا وصوا بناتهم لمين للمختار وصيتك البنات لا يعني واحد ميسر واحد يسرى واحد صار يسموا خلوا كثير في بيوت انهدت بيوت انكسرت كسرت دار الحاج داود ضربوا حاشي برضو طوقوها في الليل بس ما قدروش ينسبوها ما قدروا كل المجاهدين قاوموها الشكة اللي بيصير فيها حرب ينتكلوا من هين ينتكلوا عليهم وكل شباب زي الوردي كان مصار وذي في مصار واستحق يعني كانوا يشتغلوا هناك سلحوهم أهل السلمة وكاوموا معاه أهل السلمة هناك. شو كان يشتغل مصاروه؟ يشتغلوا في البيارات يلفوا برتكان لقطوا برتكان لفوا يعني
يعني سلمي كان عنده عمال يعني داخل البلد. كان في مصاري سعايده اشتغل في البيارات وناموا في نفس البيارة. ولحكت في 48 لحكت العالم على الحديد، صاروا يبيعوا النحاس، يبيعوا الذهب، يبيعوا الفراش، الصوف يبيعون. يعني لحكت 48 بعيد عنك العالم كملت، بعيد من سمع الحمير كملت 48. صاروا يخبزوا ذرة وشعير، يطحنون شعير ويخلطون. هذا النشاط بشطارته يعني، كنا احنا نجيب من سمع اخوي الكبير اجى على الاردن هنا اشتغل هنا يسرح يعني كل شهر يروح مره مخيم على الجبل جنب ريحه. ولما طلعنا على بيت ريما حتى لما اطلعوا المؤن للعالم الوكاله أهل البلد يجوا صفوا على الدور، يعني أنا أخذ حصتي، أهلي يعني يأخذوا كرت الموال، يجوا ينطوني فلك الصبونة، يأخذوا سجرات، يأخذوا كهدونا في الغرف، كلهن إيش، بعيد عني كنت هذا في الخلا وطيني، يسقط الرمل علينا، من سمع الفرام، ثم قالوا يلا أنتوا جبتوا لنا كشك اللاجئين، والله وجه زي وجه الحصان بعيد وجه يعني بهدلونا بهدلة. فانت 47 67 لكون جماعة من جماعتهم لكاهم عمي قالوا تعي يا صبح اليحيى كتريم قالوا هلكتي ولا تعيرونا ولا نعيركم بس احنا ضارين احنا مراحل كتير طلعنا واخذنا على الرحيل واخذنا على كل شيء بس اللي زيك بركب تتعلم انت يلا. قال والله يا عم جد قال كشك اللاجئين مسمين اللاجئين سلامك قومت والله قومت مش يعني انا يعني هذا اسال اي انسان من العباسية من كفر عانة من بالدجن من الخرية من هذا كل شيء سلم اللي قومت. الله حلف يهود يعني يقولوا انه يا اخي شيء زي الجيش بنحصوش من هذا سيدنا سلموا كل اخي زي ولي كان منشوف الخير وهالدنيا يحاربوا. السبب انه سلمي قاومت يعني البلاد اللي حواليها اقل قاومات سلمي اقرب ناس عليهم وكانوا لما يروحوا ويجوا يعني كرة القدم كانوا يجيبوا بسكتات قريبة يتقاتلوا يقتلوهم صار حزاز بينهم صار خلاص بريطانيا بدها هيك. كانت علاقتكم مع تل أبيب؟ تل أبيب؟ يعني السلمي اللي بعرفه كان بس يروح يافا ويشتغلوا برضو ويجوا اليهود ياخذوا من عندنا يعني تاجروا ياخذوا يمسمع بكر الحليب برضو الخضرة الخضرة كان يجوا ياخذوا من السلم. كان وضع الناس اقتصاديا منيح. كان منيح. كان في فقراء بسلامي؟ لا 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 لا. يعني في حمولة تنتين اللي هم المناصرة ودار مشي. هذول المضعضعين يعني بكون. كان يجيهم أرزاق مثل طحين مثل رز مثل عدس مثل هذا. بقول لك يعني سلامي من جميع النواحي من جميع البلاد يجيهم أكل وهذا ما فضيوش يعني يعجنوا يخبزوا. والله بتذكر في ليلة طلع لهم دار الحاج داوود ضربوا كانوا بكاش كهرب هناك ولا بكاشي كهرب كانوا لمضات كانوا لمضات والله كانت
لقيت اللي ما ضربوا نسبوا البيارة هذا المطور المية انه طاحت اللمضة من فوق انكسرت تحت. هزت الحيطان هز. هم اليهود ما حاربت، والله ما حاربت اليهود ولا تجي لليهود هالكده، هذول اللي بحاربوا الضفة الغربية يهود، والله ما هم يهود، كلها أمريكا أمريكا وإنجليزا. من وين كان في مصادر المي في سلمة؟ كلها بيار، كلها بيار. مدوا حنفيات يعني كل الحمولة، وكان فيها بلديات وهذا يمدوا تجيهم المي، ما عندهم مش مي يعني قطرات، ما عندهم مش هذا يسحب مي من مي. يا ريت كل شيء زي المي هناك. كان في دكاكين طواحين ايش كان؟ اه كان في بابر طحين بالقمح يطحنوا فلاحين يعني يطحنوا على الدور. طحين كانوا يطحنوا عادي، دكاكين سوق عادي، سوق قماش علكين لحمين كل شيء. بكت اللحم رخيصة أيامها، لو كيف 7 قروش بكت 7.5. في إشي اللي ما كانش بسلمي وكانت سلمي تجيبها من برا؟ من سلم يعني تجيب من برا. يعني تستوردها؟ لا من برا لا، من يافا. يافا سلمي مين مدينتها؟ يافا، مدينة العباسية يافا كلها يافا ما شاء الله. اي والله بس واحد يشم الزهر بتاع البرتقال والليمون وهالدنيا. طب ايش قصة الشجرة؟ في لها قصة هاي السدرة؟ هي اللي بسلمة؟ اللي عند سيدنا سلمة؟ والله انا يعني ما بعهاش يعني بكينا المر من هناك وبكينا ملعب فوتبول كل شيء يعني قريب عليهم. بكينا نروح هناك سيدنا سلمة قديم قديم قديم، الجامع قديم. يعني هاي الشجرة كانت الناس تروح مثلا تصلي، كانت شيء مقدس. لازم كانت الأخت طعامية، كان كل عام طعامية قدام. الحبة تكبر صفرة صفرة زي شو، والجميز هذا الجميز ها حبة. كانت تروح الناس تروح تصلي عندها للشجرة. كان إشي يعني مقدس أو إشي تروح تصلي عند الناس تطلب من إشي. كان لها قيمة. إيه لها قيمة. سيدنا سلمة كان حواليه صلوا العالم، خلفش بنا في دياله، ما في بنا. وجوز جتيها جتيها سلمة الشجرة موجود لليوم لليوم اليوم. بس أنا حسيت وجود اليهود فيها يمنيين كلهم. ومن إيران. والله منيح جماعتنا مخيم لمعري، إن شوفير اسمه أبو نبيل محمد سعيد اسمه. أخذ جماعتنا هون في الباص بساط البروح من رام الله على غزة، كان الأول أول ما اصطلحوا اليهود. أخذ كل الزلام الكبار والنسوان. قدم الإعمام صار بوصف الحيطان الحيطان. فراح على دار عمي اللي بحكي لكم عنه المختار، دارهم كبير يعني، لكم يمنيين سكنوا لكم نحاس تحت الدار اللي حاطين. صار بوصف الاختيارية علم الاختيارية ايام القدماء. قال حبيبي انت هذا مش من شانك، هذا إلك، روحت لوركة من يعني اليهود من المغفر من الكيادي، أنا بسلمك إياه. حاطينه مش صايبينه ولا صايبينه. قال مش تغدوا اليوم غدا عنا يمنيين ما يمنيين. قالوا إحنا أكلنا معانا اللي بقى يعيط يشوف الدور يعيط أيام زمان.
قلت لهم يعني بصح لك اليوم تروح تزور تشوف البلد؟ ضروري 100 مرة. واخذ الجواز كانت بنتي خاطبة من رام الله ابن خالتها، رحنا على السفارة الإسرائيلية هنا تنقبل تسريح، كتبوا لنا جوزات، رفض رفض رفض. أنا بروح وباجي على سوريا، مرت ابني من حلب فلسطينية من حيفا، وبنت أخذوها برضو من هناك فلسطينية. يا تروح هناك يعني شو بدي أقول لك، إحنا جبنا سبتيش الجواز، ختم الجواز ممنوعة هي، أنا مختوم إسرائيلي طبعا حدود سوريا. ختموا لك على الجواز نفسه، ختموا لك الجواز جديد الساعة، بطلت تقدر تروح سوريا مع انك فيش انه داخل يعني مكان. شو بدي اقول لك انا، شوف انا والبنت وامها جوازاتنا انختمت، ممنوع نروح على الضفة. على خمس ست مرات رحت، قلت له وين انت؟ الجواز كلفنا 40 درهم الجواز لما نسويته بدل هذاك جديد، والمرأة جديد برضو جواز جديد والبنت جواز جديد، عشان نروح ونيجي على البنت. كنت عمره 40-120 لغة المسيح، هاك عدنا نروح ونيجي. وحاولنا هذا واحد برضو، في جماعة من جماعتنا هنا غربة التكينا في السفارة الفلسطينية، احنا كنا بدنا نسوي تسريح، كان احنا مستعدين جايين مع الطريفي، شو اسمه هو الطريفي اللي في رام الله، صالح الطريفي، جميل الطريفي، كان احنا مع القاضي اللي هذا. شو اجوا بدهم ينصبوا علي، قال وين عنوانك؟ طب تفضلوا الغداء عنا، تغدوا عنا. قال والله احنا محظوظين مع الطريفي مع الوزير. كنا طيب، كان وصفنا دارك، وصفنا الدار هنا واجوا علي هنا. شوف لوين تنازلوا، من وين؟ من 100 كل جواز تسريح 100 دينار، يتنازلوا 50، يتنازلوا 30، يتنازلوا 20، الله بزل عليكم. تناول هذا ولد عمي، قال له راد ادفعهم انت على ابوك. قلت له ولا تدفع ولا تعرف. طب انت بقول لك هاي جماعتنا مخيمنا معرفة، مدير المخيم ابن عم إلنا اسمه سمير، مخيم لا معرفة هو المسؤول عن هناك، كله صيدلية أول ما تدخل لا معرفة. النتيجة 10 مرات اقسم ذات الله 10 مرات كل جواز بدهم يغير، بدهم يعني جيت ومشوارهم هذا. قلنا ايش فايدة؟ ها بنحاول يعني بنحاول نروح على الضفة. وين بيتكم كان بسلامة؟ جنب ايش؟ قريب على شو؟ احنا بنص البلد، جنب الدوام بتاعنا نص البلد، جنب دار ابو العبد الشدوح مساعد لابو حاشي. يعني شمال جنوب شرق غرب للمسجد للمدرسة، غرب يعني اليوم اللي بقي بسلامي بقي المسجد بقي المقام والولي بقي المدرسة، جنب الجامع يعني سمي هنا والجامع هذا، شمال الجامع جنوب الجامع لا غربية الجامع، يعني أحسن بلد الواحد تذكره، والله كل ساعة وكل وقت نتذكره. الاختيارية ماتوا لهذا، يعني نروح هناك زيارة على اليوم، نروح زيارة هناك عن جماعتنا بس نشوفهم هناك.
لا راس هراس ولد عمي و... ها شفت؟ اه لا راس لما ضلوا للصبح هم يغنوا الجمعة كويس الجمعة كويس كلنا شوي على العراس بسلامة ايه بس بعد وكويس للصبح ذاك واحد كله اسمه راجح الجعبري هذا جميع فلسطين وفر على مناطق مناطق واطلع غني ولا حسن سلامي واطلع غني ولا لكوليا اما كل اما كل جم رياح كان فيها مخزن سلاح حسن سلامة لما راح حزنت عليه الطوار واما الطير الشعبية صدت هجمة قوية بالنبوت والشبرية يقول لك يعني شو صار عليك يا سلمي ترفع على العدو العالمي والله فيك كل زلمة ما يهب من ضرب النار أما اللد يخسارة والرملة إلها جارة بيت شمين هالمكارة استولينا على الكفار غنانة وبعدين استولينا على على الكفار على الكفار آه. هذا منعوها الغنانة هذه منعوها هي الله يا عم متذكر عن النادي؟ والله متذكرها شو بدي اقول لك؟ كانوا يجوا من جميع البلاد يلعبوا الفوتبول هناك. اليهود كانوا كلب الحرب. كانوا يجوا على بسكلتات يلعبوا مع هذا، شو اهل سلمة ايش؟ يروحوا نفس العجال والله يسرقوا المنفاخ بتاع العجال عشان يروحوا مشي. كانوا عجبوا فيهم. والله ما كان عجبه فيه شكلكم عليكم بين بس العجال نعم